الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتي من جديد. اليوم سأقدم لكم فطور يوم الجمعة. نبدأ بصحن الفول المدمس المعمولة بطريقة الجميلة، البيض المسلوق، الأجبان، السلطة بأنواعها، الطماطم والخيار والبصل، الزيت والزعتر، بيض بقلي، سلطة أيضا، تركي باكل حلال جبته من المحل العربي، وجبنة صفرة سلايز. أتمنى هذه الفكرة قد نالت إعجابكم ورضاكم. فطور يوم الجمعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.